اجي هنا اجي اراضيك اراضيك واحد راه غادي يخرج للمدار عبد الله راه كاين هادي واحد جاكيت خزيه كاسكيت سوداء الا كاين الاحتياط على مستوى مدار عبد الله يتابعوا معاه غيدخل للمدينه القديمه هذا معنى امر راه كان في نزاع مع شخص اخر اما اللي يلقى على مستوى لا شوف راه عندنا شي حاجه هذا معنى امر كون نزيد الجد كمل يقع واحد اللي كان عنده السلاح الابيض راه هو تما الايقاف ديالو والشخص الثاني راه لا الفرار بقى في المدينه القديمه غالبا غياخذ مدار عبد الله راجل 202 راه عنده الجاكيطة بالقب ديالها خزية ودير كاسكيطة كحلة راه خدا اتجاه على بن عبد الله غيخرج لمدار عبد الله. مساء الخير مشاهدينا الكرام، في اللحظات تم ايقاف جوج ديال الشفارة نوضوا روينة في برانس مول عبد الله، تم ايقاف ديالهم من طرف الدراجين. الراجل 202 راه عزلوا لنا المستقبل الزاعم صولا صوف شخص اخر لابس لباس اسود لا فيرار عنده موس وابكد بالصارية الله ما تخرج ليا راه يتمنى والله العظيم رسولك ليا بالصارية من له راه ما يعنيهاش راه ما يعنيهاش بالصارية ديالي عاد يظهر البحر بس ما يقول لي راه والله الا بالصارية ديالي عاد يظهر الدرجة من جيل الصار ما يقولش ليا حتى ما تم الصارية يوانا لا هذاك وحده تشارجا والاخرى عندي الفريز كتلاحظوا مشاهدينا الكرام يعني يقظت الدراجين يعني هاد الجوج كانوا غاديو الفوضى وسط المدينه واحد فيهم اللي لاد الفرار عنده سكين ديال الخضره مرحبا راك امسالو بيتكون مع الدراري اللي في الروبون الدريات كثيره نزل حيب عليا هذاك التليفون ما تصور ديالهم لا كتكون ها؟ كتكون كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام يعني جوج ديال الشفاره واحد لاد الفرار هو اللي عنده الموز ديال الخضره وشدوا صاحبه في برانس مول عبد الله. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام يعني كاميرات المراقبه رصدت تحركات ديال جوج اشخاص Thank you.
في انتظار النجدة السيارات باش ينقلوا هذا الشخص والدراجيل راه تبعوا لاخر المدينة القديمة اللي هزنا الموس. المشاهدين الكرام ربما شدوا الشخص الاخر اللي عنده الموس. لا عليكم السلام ورحمة الله. يعني هادو كيمتهنوا السرقة وسط فراس مولاي عبد الله. لاحظوا موس ديال الخضرة. خويا خويا صحيح بلا شوف انا سبقتك هنايا. خليل سلاح ابيض صور هاد شويه لقى الاخر تاعو مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي هذا البث.